معكم هادي باسيل جيتار انستراكتور، راح كون معكم لنتعلم مودرن جيتار، مودرن جيتار تكنيكس، ميوزك، اكسرسايزز، ديفرنت ستايل من شرقي لغربي، روك، بلوز، فانك، بوب، كوميرشال وغيرهم اكيد، قصص بتعرفوها وقصص ما بتعرفوها. سو جود لك اند سي يو سون. نسم علينا الهوى من أشهر ما غنته فيروز، ومن قصص الحلوة كتير تندق على الجيتار. رح نشتغل بهالغنية على كتير قصص من ميلودي وشوية كوردز مع مجموعين ببعضهم، حتى ما نلعب بس ميلودي أو بس كوردز فيها للغنية. So, رح نبلش كيف نتعلمها step by step، والقصص مع بعضهم كيف هن مقسمين، حتى نشوف كيف فينا نلعبها بأهين طريقة وأسهل طريقة، وبنفس الوقت نكون عم نلعب شيء وننبسط فيه.